مسؤولين تقبل كي يدقم هذا بربرية وليبا مارياش دكده يهامها كي يتكشدال كمجال هذا بربرية وليبا ما راح تحس بيك تلاه ذلك هي كل مية جوال كساحل يا مانتا كغيب قلي مناسبة بلادنا ولقوش دويني تاجريال عاد أطرا بدن أو كسب بيره حس بيك تلاه ذلك هي كل مية قرحنا أور هوين ولقو مجا عاب هبون وحنا هالكاسه وجوهرين هذا الكسو كذي استمر كان كسب دويني حس بيك تلاه ذلك هي كل مية مسؤولين تحس بيك كل مية جوال كساحل كسب دويني نساكا أور كهبون كمل وهو البشرة قبل ساحل البربرة وأنا أقول في قدام بيجي أكو صوبيرة وهذا كده سب قبل ساحل أقول في قدام بيجي هالسنة وحنا نلاقي هاي صود وادا صود وادا صود وادا منا وحنا لا يحي مر لبعض يمت كوبات يمت سدحات بعض كما عفورا على مقويا نية صافية في صود وادا في سبيلنا كل مية أنا كلا رحين قال كم إذا تجري يا شكو صبي رح يسبي قتلا ذلك هي كل مية أي يجون هالك عسير درن كودا كعب راي مركي أنا سيحنا إن صوت وصلنا وح أنا كنت لا قلني إن أنا هوش هذا يسبي جاي كل مية أنا كلا بر بقلا هنتي مال يماد يحوبة أرقى هبون أنا بدمي سيا تبكي بحياة تبلو قرصلا أنا أقول كلا قلني إنا كل مية كصوبيرة نقول بروح قبل بروح الصبي إنا مرة سؤال دوس في الغوي ملحق بقى كاي وحنا لا ياي ما أنت وقبل كل مية نك إنت أسكري ذي ما ينقول بروح أركيا وحيقنا صدق على هالكاسي هذا الله يكسو كذي كور ما يحكم مدة الصومال اللي أنا يولي بروح قبل كبر حد لا ياي كت الله بساتين مدة ياي حلك هاي سي استمر كاسين السوء ينشر دوية تاجر ياش أسي كصوبيرة حس بقتلا ذلك هي كل مية مريش دكده بربرنش نر علي عمر محمد علي حرحور يسودو كلا مريها كيد كهامها شدال كي بربرا سليمان سعيد علي لكن دينت الإسلام مش بكرية وبشرين وحيدون سعيد لعلوه الجيل انتين بضعين لعلوه الجيل هنا لعلوه الوضع الشخير هنا وهدف بير المقور هنا دل كرية هنا قد حرية ودبون بضلوك على شعر المنهين شعب كريوس بلا وين لاي سوو عينو لو شعبو لغنا قالوا غير ما يلو لكن الشرعية بسعيس بس كيانا بلان وقفي عال لكن كل كل مالين لسهو فلو وانتا كم ما شقين سوو دمتي قودة قرنك حيسا لو حلو قبتين وي عطا هاي وحي وحي لقدونا يا لدونا يا دونا شدنا وحي لقبتين أنا أقول واحد شعل المالين تاعنا حزب جور عضيسا ورير سمال لنا ربيو عضيو وأنا أقول له بدل بجلينا أقول له هدا واحد قوت كيو النبضي من سمال واحد كم ما هذا نبت عم كتوري كامل ما كان يطلع كشلون بلا دوا هنا يدوب كنا سوع لسان أنا أقول واحد بلا له هنا واحد قوانا gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil iyo gudoomiyaha gobolka saaxil oo iyaguna halkaas si hadal ka soo jeediyay ayaa si weyn u soo dhaweeyay taageerayaashaasi ku soo biiray xisbiga talada dalka haye ee kulmiye waxaana ay ka warramay sida ay xukuumadda Soomaaliland uga go'an tahay inay wax u qabato bulshadeeda maanta intana haweena quruxdooda iyo qiimahooda aan arkayno maadaama ay garteen wax qabadka maanta iyo hawl socodka ay sameysay xukuumadu ay maanta garteen waa nagu soo biirteen annagu aad baan inni soo dhoweynayna aan noo ku habaleeyeen labadaas waxa weeye horta laga bilaabo maanta hadaad ur haboon ala haydeen maanta kulmiyuun baa tii waxba kulmiyuun baa tii soo soo ma qayno maanta kulmiyuun wixii waajib leh ka raamana kulmiyaad idin ku dhex amrayna anagu hadaan nahay gobolka waayo urku u dhamaaday dadweynaha u tiro badan oo isugu jira haween wax garad aqoonyahanno iyo waliba saraakiil ka socota xukuumadda Soomaaliland oo dhamaantood halkaas hadal ka soo jeediyay ayaa si weyn u soo dhaweeyay taageerayaashaasi ku soo biiray xisbiga talada dalka haye ee kulmiye Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud Televisionka Qaranka Soomaaliland Berbera